طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي طلاب سنة 5 ابتدائي. مبدئيا كده حبيب قلبي، احنا عاوزين نكبر الصورة ونعلي الجودة. الفيديو ده هو مراجعة على يونت 5، على الوحدة الخامسة. طبعا الوحدة الخامسة دي اول مرة نعمل مراجعة قبل الشرح، فاحنا الوحدة الخامسة احنا هنشرحها ان شاء الله بالتفصيل بتاعنا بطريقتنا. بس يعني احنا دلوقتي الوقت زنقنا شوية، علشان يعني عايزين برضو نعرف الناس بالوحدة الخامسة. امتحانات نوفمبر هيجي فيها حاجات في يونت 5 لبعض المدارس. بعض الناس بعتوا لنا وقالوا لنا احنا مقرر علينا يونت 5، وطبعا القناة هنا ملك الكل واحنا معاكم بجد، ما ينفعش ان انا اتغاضى عن طلبات زي دي. لا، احنا ان شاء الله هنعمل يونت 5 الوحدة الخامسة. ممكن تيجي في امتحان نوفمبر، ممكن تيجي في الامتحان، ممكن ما تجيش، او ممكن طبعا بشكل كبير ما تجيش، ولكن احنا بنعمل حساب كل الاحتمالات. فعلشان كده تعالى يلا نلقي نظرة على يونت 5، على الوحدة الخامسة. اسمها jobs we do، اسمها كده jobs we do، يعني وظائف نقوم بها، jobs we do. طيب حبيبي ما تنساش انك تكبر الصورة يا بطل، ماشي. الملكة الحاكمة، طبعا ملكة يبقى فيميل يعني انثى، فيميل، فيميل رولر اللي هي الملكة الحاكمة. اوكي، احنا بنقرا دلوقتي على jobs in ancient Egypt، وظائف في مصر القديمة. الملكة الحاكمة بتكلم على مصر القديمة بقى، كليوباترا، نيفرتيتي، الناس دي. اوكي، فدول كانوا فيميل رولرز، فيميل رولر. اقتصاد يعني economy، economy، economy. الحبوب grains، زي حبوب الرز، العدس، الغلة، الحبوب دي grains. حرفيين، الحرفي اسمه crafts person. خلاص، حرفيين يعني craftsmen، 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 من الوظائف اللي كانت موجودة in ancient Egypt. بارع أو ماهر، skillful، skillful. وطبعا دول كانوا skillful، الكرافتسمن كانوا skillful، skillful craftsmen يعني حرفيين بارعين. طيب الكاتب، ودي كانت وظيفة على فكرة، وظيفة مهمة جدا 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 in ancient Egypt. الكتبة، الكاتب، الشخص اللي بيكتب وبيدون التاريخ، اسمه بالانجلش scribe، scribe، scribe. الكتابة الهيروغليفية اسمها hieroglyphs، hieroglyphs، hieroglyphs. اللوحات، اللوحات المرسومة paintings، paintings، paintings. المجتمع community، community، community. والسجلات records، 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 records. الفرعون اسمه فيرو، فيرو، فيرو. وتاجر trader، trader، trader. صيادون fishermen، fishermen. الحرفي، الشخص الحرفي اسمه craftsperson، craftsperson. طب الجمع craftsmen. خلاص، craftsmen، craftsmen الحرفيين، craftsperson المفرد، الحرفي الواحد. طيب قمح يعني wheat، ذرة، corn، corn، corn. الحرفيون ممكن اقولها craftspeople برضو، craftspeople، craftspeople، craftspeople. الكلمة دي مهمة قوي، عاملين نقول حرفي، حرفيين، حرفيون. مشهور famous، ناجح successful، successful. ورموز ساينز، ما تنطقش الجي، ساينز، ساينز، ساينز. حقول فيلز، تمام، فيلز، فيلز، فيلز اللي هي الايه، اللي هي الحقول. والخشب ود، ود، ود. اوكي، ود، ود، ود اللي هو الايه، الخشب. ومعبد تمبل، تمبل، تمبل. والكتان لاينن، ممكن نقوله فلاكس، لاينن، فلاكس، لاينن، فلاكس. غالي الثمن يعني اكسبنسيف، 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 طبعا غالي الثمن. والصندل، ساندلز، هنحط اس يا بابا لان هما فردتين، ساندلز. المجوهرات الذهبيه اسمها جولد جولري، جولد جولري، جولد جولري. ومدرسه الطب ميديكال سكول، ميديكال سكول، ميديكال سكول. والصلصال اسمه كلاي،
كلاي كان حاجة مهمة جدا عند المصريين القدماء، الصلصال، الصلصال، كلاي 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 كلاي. اوكي طيب نيجي بقى للأفعال، أفعال منتظمة اللي بنبدأ بيها الأول، يعمل work 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 work، والباست worked worked اللي هي عاملة، وعندي يزرع plant، تمام plant plant plant، والباست planted 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 اللي هي زرعة، يحترم respect respect respect، والماضي respected respected respected. okay respected اللي هي احترم، وعندي ينظف clean clean clean، والماضي cleaned 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 cleaned. okay يسافر travel، والماضي travel سفرة، يستخدم use والماضي used استخدمه، يخبز بيك بيك والماضي baked خبزة. طيب أفعال منتظمة، تعال بقى الأفعال غير منتظمة، يصبح become والماضي became اللي هي أصبح became، أفعال غير منتظمة ما فيش إيدي، يعني أو يقصد mean mean والماضي meant meant، يحفظ keep والماضي kept، تمام keep kept، يبيع sell والماضي sold، يشتري buy والماضي bought، يعرف know والماضي knew، حاجات عارفينها طبعا، يكتب write والماضي wrote، دايما wrote كتب، مين اللي wrote كتب؟ هنرجع بقى هنا عند الايه، عند الscribe الكاتب، يقضي spend والماضي spent، خلاص spend spent. نيجي للexpressions اللي عندنا في lesson، يعمل ك يعني work as، work as a crafts person يعمل كحرفي، خلاص work as او work لو عايز اخليها ماضي، work as a scribe يعمل ككاتب او يعمل كاتب على طول، يعني يزرع محاصيل يعني plant crops plant crops، ينسج الملابس او يخيط الملابس weave clothes weave clothes، يصنع اواني للطهي، كانوا بيعملوا اواني للطهي الحرفيين ايام الفراعنه وكده، كانوا بيعملوا اواني للطهي make cooking pots make cooking pots، يصنع دواء يعني make medicine make medicine، يتكون من يعني consist of consist of consist of، يعمل بالمنزل يعني work at home، ويعمل بالخارج يعني work outside work outside، ويطهي وجبات اسمها cook meals cook meals، يعتني بي يعني take care of، ممكن نقولها look after look after، يعتني بي أو take care of، يصنع الخبز bake bread، لأن الخبز طبعا بيتخبز فنقول bake bake bread bake bread، في السوق at the market at the market، يقوم بوظيفة do a job do a job، يسافر في كل أرجاء نهر النيل أو يسافر في النيل ذهابا وعودة، رايح جاي في النيل رايح جاي في النيل، اسمها travel up and down the Nile travel up and down the Nile travel up and down the Nile، كان يدون كل شيء بيكتب كل حاجة wrote everything down، طبعا write down أصلا يدون وماضيها wrote down everything يعني كل شيء wrote everything down، كان يدون كل شيء wrote everything down wrote everything down، كان يحتفظ بالسجلات kept kept اللي هي ماضي keep، انا بقول كان يحتفظ kept records kept records kept records، وتعالى نقرا jobs in ancient Egypt وظائف في مصر القديمه، فبنقول ايه بقى حبيب قلبي، بنقول ان people in ancient Egypt ancient Egypt يعني مصر القديمه، اتفقنا ancient Egypt people in ancient Egypt worked very hard work، خلي بالك من الماضي، انا بقول لك مصر القديمه خلي بالك مصر القديمه ماضي، worked very hard عملوا بجد، يعني ما كانوش بتوع راحه او كسل، لا 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 ده worked very hard everyone had a job، كل واحد كان ليه وظيفه عمل بيعمله، they could work as كانوا بيشتغلوا ازاي بقى وبيعملوا ايه، خد عندك fishermen صيادين bakers خبازين doctors ما شاء الله دكاترة
and traders وتجار. trader يا بابا يعني تاجر. traders تجار. traders but most people worked as farmers. بس معظمهم كان farmers يعني كانت الوظيفة الشائعة بقى farmers فلاحين. farmers where اوعى تقول are. انا بتكلم في ancient Egypt في مصر القديمة. farmers were very important كانوا مهمين جدا for ancient Egypt's economy لاقتصاد مصر القديمة. كان يعني الفلاحين او المزارعين دول حاجة مهمة جدا. طيب تمام نكمل يلا يا بطل. فبيقول لي هنا they worked in fields عملوا في الحقول which were الحقول اللي كانت near their homes قريبة من بيتهم. they planted crops زرعوا محاصيل usually وعادة grains الحبوب زي ايه بقى حبوب زي ايه like wheat القمح corn الذرة and flax اللي هو الكتان. they grew vegetables زرعوا خضروات and fruits too وفاكهة ايضا. شفت كانوا بيزرعوا ايه. ancient Egyptian craftsmen الحرفيين بقى الحرفيين بتوع مصر القديمة او الحرفيون المصريون القدماء were very good too كانوا جيدين جدا ايضا. زي ميد هما عملوا ايه بقى الحرفيين هناك خد عندك beautiful paintings رسومات جميلة and beautiful gold jewelry ومجوهرات ذهب جميلة and sculptures واعمال نحتية يعني كل الحاجات اللي انت بتشوفها في المتحف لغاية دلوقتي دي صنع الكرافتسمن الحرفيين. they used to weave beautiful clothes وكانوا اعتادوا ان هم بقى يخيطوا وينسجوا ملابس جميلة and make colorful cooking and make colorful cooking pots ويعملوا اواني طهي جميلة ملونة. the crafts people اللي هم craftsmen هم ممكن اقولها كده او كده لكن المفرد crafts person. the crafts people الحرفيين where كانوا ماضي يا بابا where skillful مهرة ماهرين عندهم براعة and everybody in the community وكل واحد في المجتمع respected them كان بيحترمهم. ده اللي بيعمل بقى الحاجات الجميلة فكل واحد كان بيحترمهم. وخلي بالك من respected خلاص عرفنا ان احنا بنستخدم ماضي. fewer people وناس قليلة او اقل worked as scribes كانوا بيشتغلوا كتبة. scribe يعني كاتب. scribes knew how to read and write well ودول لازم بقى يكونوا عارفين ازاي بيقروا ويكتبوا. Egyptian writing الكتابة المصرية was not easy to learn ما كانتش سهلة ان احنا نتعلمها. scribes الكتبة spent many years كانوا بيقضوا سنوات كثيرة learning بيتعلموا hieroglyphs اللغة الهيروغليفية او الكتابة الهيروغليفية and this was very expensive وده كان غالي جدا يعني بيدفعوا فلوس كتير. طيب ancient Egyptian women النساء المصريون القدماء worked at home دول كانوا بيشتغلوا في البيت and could work outside وبرضو كانوا بيقدروا يشتغلوا بالخارج too ايضا. women cooked meals كانوا بيطبخوا الوجبات clean the house ينظفوا البيت and took care of اللي هي ماضي take care of اللي هي يعتني بيه اللي هي بتساوي look after and took care of their children وكانوا بيعتنوا بأطفالهم. women could weave baskets النساء كانت تستطيع أن تنسج السلال bake bread وتخبز الخبز and make وكانوا بيعملوا sandals تمام هو كانوا المصريين القدماء كانوا بيرتدوا sandals on their feet طبعا and they could sell them at the market as well وكانوا بيروحوا السوق ويبيعوا الحاجات دي. they could even become pharaohs وكانوا أيضا ممكن يبقوا فراعنة يعني يبقوا فراعنة يعني أقصد ملوك. one famous queen وأحد الملكات المشهورة in ancient Egypt was كانت حتشبسوت تمام. everyone in ancient Egypt knew that كل واحد في مصر القديمة عارف that work has important for life إن العمل مهم في الحياة كانوا عارفين جدا إن الشغل ده حاجة أساسية وحاجة ضرورية ما كانش في حد كسلان أو حد عاطل أو الكلام ده. so the ancient Egyptians فقدماء المصريين were very successful علشان كده كانوا ناجحين يعني كانوا عارفين أهمية الايه الورك العمل. طيب بص يا بابا هنا شايف ده تسكرايب كاتب people with
this job, الناس أصحاب الوظيفة دي were very important in ancient Egypt. كانوا مهمين جدا في مصر القديمة. They could write everything. خلي بالك استطاعوا أن يكتبوا أو يدونوا كل شيء down. They kept records واحتفظوا بالسجلات and lists والقوائم for important things. بتاعت الأشياء المهمة. سجلات الأشياء المهمة كانوا بيحتفظوا بيها. تمام؟ طيب. بالنسبة بقى للهيروغليفز. A system of writing. ده نظام كتابة which consisted of كان بيتكون من about حوالي ما شاء الله يعني 500 signs 500 رمز written in rows مكتوبين في صفوف and columns وأعمدة نكتبوا كده أو كده. People used it in ancient Egypt والناس استخدموا الهيروغليفز دي في مصر القديمة. تمام. ده trader ده تاجر ده trader. People who did this job الناس اللي كانت بتقوم بالوظيفة دي traveled up and down the Nile كانوا بيروحوا في النيل رايحين جايين في النيل رايحين جايين في النيل. They bought and sold things كانوا بيبيعوا ويشتروا حاجات like زي ايه بقى بيتاجروا في ايه gold الذهب wood الخشب linen الكتان and grains والحبوب. طيب ده craftsman ده حرفي ده craftsman. بص if you were good at making things لو انت كنت شطور كده في صنع الاشياء this was a good job for you فالوظيفة دي مناسبة ليك. تمام. People with this job الناس اللي بيقوموا بالوظيفة دي made things from كانوا بيعملوا حاجات من بقى الكلي الصلصال wood الخشب and gold والذهب. طب ده دكتور ده الدكتور بتاع الانشنت ايجيبت. Both men and women يعني كلا من الرجال والنساء could do this job ممكن يقوموا بالوظيفة دي عادي too. You had to go to medical school انت بقى عشان تبقى دكتور تروح الميديكال سكول مدرسة الطب اللي هي زي كلية الطب دلوقتي to have this job علشان تحصل على هذه الوظيفة. You had to look after people لازم تعتني بالناس who were ill المرضى and make medicine وتصنع دواء يعني تركب دواء وكده. تمام انت تبقى دكتور شطور. وهنا بطل بنقول لما مثلا تيجي تسأل على الوظيفة اللي عاوز حد يقوم بها او بتسأل واحد يعني انت عاوز تبقى ايه ممكن تقول له which job would you like to have which job اي وظيفة would you like to have تريد ان تعمل بها. فممكن تقول مثلا الرد I want to be انا اريد ان اكون a doctor مثلا a scribe او an مثلا an engineer يعني تقول I want to be انا اريد ان اكون a او an يعني شفت هنا which job would you like to have I want to be a craftsperson انا عاوز اطلع craftsperson I like making beautiful pots for clay from clay انا عاوز اطلع حرفي انا بحب اعمل حلل جميله كده من الصلصال. طيب بص هنا ما تيجي تسال عن مهام الوظائف يعني تقول مثلا what does a scribe do ماذا يفعل الكاتب what does a craftsperson do تمام what does a doctor do what does an engineer do ماذا يفعل المهندس بص what does a scribe do ماذا يفعل الكاتب a scribe الكاتب writes everything down يدون كل شيء he او she لو واحده keeps records بيحتفظ بالسجلات and lists والقوائم for many important things لأشياء مهمة كثيرة. ده بطل كان listen one الدرس الأول. طيب listen to الدرس الثاني the science علوم لازم science لازم ecosystems النظم البيئي كائنات حية حبيب قلبي يعني living things نظام بيئي يعني ecosystem نظام بيئي ecosystem الغابة نظام بيئي المستنقعات المراعي كل ده ecosystems نظم بيئي بحري marine دي صفة marine animal يعني حيوان بحري كائنات غير حية زي المية زي الرمل زي الصخر دي كائنات غير حية non living things بركة مياه صخرية rock pool أعشاب بحرية seaweed فاكر ويدز الاعشاب الضاره لكن سي ويد اعشاب بحريه سي ويد اوكي سي ويد. طيب تواصل او علاقه كونكشن سلطعون البحر اللي الكابوريا طب تقول كابوريا كراب على قيد الحياه عايش يعني alive الطقس weather
بشر او انسان human مياه عذبه fresh water ظروف مناسبه suitable conditions مناسب conditions ظروف. الدولفين دولفين وده مارين انيمال حيوان بحري. دولفين مصدر source عالم طبيعي natural world غابة مطيرة rainforest غاز الأكسجين oxygen مأوى أو مسكن يحميني shelter المناخ climate محيط ocean اللي هو البيج سي بقى البحر الكبير ocean مريح comfortable بيئة environment ضوء الشمس sunlight. طيب بص هنا survive ينجو يتعايش يبقى على قيد الحياة يفضل عايش والماضي survived يحمل carried يصنع make made يعطي give طيب متصل او ذو صلة. بص انت بتقول بي دي ليه بابا ام از ار وبعد كده connected تمام is connected ولو جمع are connected ولو ماضي was connected يعطي give وتقول بيعطي ايه to الى وتقول الى مين give to يأكل حاجة للبقاء على قيد الحياة يبقى eat وقول الحاجة to survive في درجة حرارة مناسبة at the right temperature جزء من part of طيب يعمل معا يعني work together to على كوكب الأرض on earth يحتاج need وأقول need إيه وأقول to لي إيه مثلا need مثلا food to survive يحتاج الطعام ليبقى على قيد الحياة carry يعني يحمل وأقول بيحمل إيه to other areas لمناطق أخرى carry to other areas يعيش فيه يعني live in ماشي بطل live in يعيش فيه. طيب definitions هنا بيقولك بص non living يعني غير حي ليس على قيد الحياة حاجة مش ما فيهوش روح يعني something that isn't alive حاجة مش alive مش عايشة. ايه هو الايكوسيستم النظام البيئي قالك والله ده بقى the connection العلاقة between living and non living things بين الكائنات الحية والكائنات الغير حية. All the animals, plants, rocks, etc. in a place. كل الحيوانات والنباتات كائنات حية هي. Rocks والصخور دخلنا في الكائنات الغير حية. In a place اللي في مكان معين. في الصحراء مثلا. كل الكائنات اللي فيها سواء حية أو غير حية ده ecosystem ده نظام بيئي. طيب ايه هو الروك بول؟ تمام؟ قالك a small area of water منطقة أو مساحة صغيرة من المية with rocks فيها بقى rocks صخور crabs كابوريا سيويد اللي هم الأعشاب البحرية إلى آخر ده اسمه rock pool. طيب living يعني حي يعني something that is alive حاجة عايشة فيها روح living climate المناخ like the type of weather ده طقس in a country or an area بس over a year على مدار عام or a season أو مدار فصل. أكسجين إيه الأكسجين؟ قالك الأكسجين ده غاز ده غاز that trees الغاز اللي الأشجار release بتطلقه into the air في الهواء ده اسمه أكسجين غاز الأشجار بتطلقه في الهواء بتطلعه اللي هو غاز الأكسجين. rainforest يا بابا يعني غابة استوائية أو غابة مطيرة غابة كده في منطقة استوائية وأشجارها بتكون طويلة a forest in a tropical area غابة في منطقة tropical يعني استوائي غابة في منطقة استوائية that gets a lot of rain بتتساقط فيها أمطار غزيرة ماشي حبيب قلبي فدي اسمها rainforest غابة استوائية وبالمناسبة الغابة الاستوائية دي طبعا ecosystem نظام بيئي فبالمناسبة النظام البيئي بقولك ايه بقولك what is an ecosystem ايه هو النظام البيئي تمام فجايب لك اشكال للايكوسيستمز في مثلا المارين ايكوسيستم النظام البيئي البحري الديزرت ايكوسيستم نظام بيئي صحراء الفريش ووتر ايكوسيستم المياه العذبه
نظام بيئي. أروك بول هي بركة المياه الصخرية، بركة مياه شاف الصخور، بركة مياه صخرية، أروك بول إيكو سيستم. فبيقول لي هنا حبيبي everything، خلي بالك معايا everything، كل شيء in the natural world، كل شيء في العالم الطبيعي is connected، متصل ببعضه، مرتبط ببعضه، كل حاجة حي وغير حي. This connection، الاتصال ده، this connection between living and non-living things، العلاقة بين الكائنات الحية والغير حية، is called تسمى an ecosystem، نظام بيئي. Ecosystems، النظم البيئية can be small، ممكن تبقى صغيرة like a rock pool، زي بركة مياه صخرية، شايفة صغيرة قوي. Or they can be very big، أو تبقى كبيرة جدا like the Amazon rainforest، زي غابات الأمازون الاستوائية ما شاء الله. The living things in a rock pool، النظام أو الكائنات الحية في البركة الصخرية، are fish، هتلاقي السمك بقى، الكرابز، الكابوريا، and seaweed، والعشب البحري. The non-living things are، الكائنات الغير حية حبيب قلبي، هي rocks، الصخور، water، الماء، sand، الرمل، and sunlight، ضوء الشمس، دي حاجات غير حية. All this، كل ده بقى حي وغير حي، work together، بيعملون معا to make، علشان يطلعوا لنا في الاخر ايه بقى، an ecosystem، نظام بيئي. There are lots of different ecosystems on earth، في الكثير من النظم البيئية في الارض. وطبعا احنا يعني احنا جايبين فوق بعض النظم البيئية حبيب قلبي، صح؟ جايبين فوق بعض النظم البيئية، مصورين كده شوية نظم بيئية فوقهم. الروك بول ايكوسيستم ده صغير، لكن الامازون رين فورست كبيره. ماشي، هنا بقى بيقول لي ايه، بيقول لي what do animals and plants need to survive، هي الحيوانات والنباتات محتاجه ايه علشان تتعايش، عشان تفضل عايشه، محتاجين ايه. طيب وعنوان هنا بيقول لي why are ecosystems important، ليه النظم البيئيه مهمه. طب تعالى نقرا كده علشان نعرف. everything in the natural world، كل حاجة في العالم الطبيعي is connected، خلاص لها علاقة ببعضها، متصلة ببعضها. An ecosystem، النظام البيئي، is a place، هو المكان، where animals, plants and other living things، اللي فيه الحيوانات والنباتات والكائنات الحية، live together، عايشة مع بعض. Animals and plants، الحيوانات والنباتات need each other to live، محتاجين بعض علشان يعيشوا. اوكي، الحيوانات والنباتات، الحيوان ياكل النبات، والحيوان ينقل البذور بتاعه النبات من مكان لمكان زي خدنا السنه اللي فاتت، فكلهم محتاجين بعض، يعني الحيوان محتاج النبات والنبات محتاج الحيوان. They also need suitable conditions، وبرضه محتاجين ظروف مناسبه علشان يعيشوا. Animals eat plants، الحيوانات بتاكل النباتات، insects، وبتاكل الحشرات، and other animals، وحيوانات تانية ليه بتاكلهم؟ to survive، علشان تبقى على قيد الحياه، علشان تعيش. They need food، water، الحيوانات محتاجة، need، محتاجة طعام، water، مية، and shelter، ومأوى. And they need the weather، ومحتاجة الطقس برضو، to be at the right temperature، ان يكون مناسب، درجة حرارة مناسبة. طيب النباتات، النباتات plants need، النباتات محتاجة sunlight، ضوء شمسي. بشوف الكائن الحي اللي هو النبات محتاج حاجة غير حية اللي هو sunlight، non-living، محتاجة water، محتاجة مية، اديك حاجة غير حية كمان to survive. Some plants need animals، حتى النباتات محتاجة الحيوانات، محتاجة الحيوانات وbirds والطيور والانسكس والحشرات، ليه؟ زي ما قلت لك to carry seeds، عشان يحملوا البذور، ينقلوا البذور to other areas، لمناطق اخرى. So they can grow، فتبدأ النباتات تانية تنمو. They also need the right climate، وبرضو النباتات محتاجة المناخ المناسب علشان تنمو. Climate، المناخ، is also an important part of an ecosystem، حاجة مهمة قوي في النظام البيئي. Trees، الأشجار، give us oxygen، الأشجار بتعطينا أكسجين. This makes the air، فده بيخلي الهواء cleaner، أنظف. And allows plants، وبيسمح للنباتات والأنيمالز والحيوانات and humans والإنسان to live، نعيش.
in a comfortable environment, في بيئة مريحة. شكرا يا أشجار. وهنا رسمة بقول لي هنا بص two different ecosystems, نظامين بيئيين مختلفين. في rainforest ecosystem, نظام البيئة في الغابة الاستوائية, نظام البيئي هنا. sea ecosystem, نظام ال rainforest وال sea ecosystem الاثنين بص الاثنين فيهم water, فيهم مية. اهو هنا water, بص 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 شايف هنا water وهنا water وrocks صخور, في هنا rocks صخور وفي هنا rocks. لكن هنا في ال rainforest ecosystem في sunlight, في انسكس حشرات, في مانكس قرود, وفي الـ في السي ايكوسيستم موجود الدولفينز وموجود الايه يا بطل, موجود الفيش, الدولفينز والفيش. ماشي. طيب بارت 2 بقى في ليسن 2 في الدرس الثاني. اتوقع يعني ان امتحان يعني يوم ما يجي في يونت 5 هيجي في ليسنز 1 اند 2, يعني مش هيكتر عن كده. يعني ساحل, كوست, نهر النيل, ذا نايل ريفر, معرض للخطر, endangered, معرض للخطر, ممكن ينقرض, ممكن يروح خالص, endangered. في حيوان اسمه ابن آوي, اول مره في حياتي اسمع عنه, جاكلز. ارض لاند, النوع او الفصيله او الانواع والفصائل, species. منقرض, extinct. بص الديناصور ده ايه دلوقتي, extinct animal, حيوان منقرض. ضفة النهر اسمها river bank. ضفة النهر, خلي بالك من endangered, دي معرض للخطر, دي خلي بالك منها, endangered, معرض للخطر, endangered. طيب البحر الابيض المتوسط, the Mediterranean Sea, mountain, habitat. شجرة المانجروف اسمها mangrove tree. الجمل camel, مختلف, different. شجرة الطرفة أو الطرفة خدها السنة اللي فاتت, tamarisk. فرس النهر hippo. مياه مالحة salt water. البحر الأحمر the red sea, سلحفاة, turtle. مرجان coral. في coral reef بقى لها الشعب المرجانية. غزالة جزال. الوعل تيس الجبل او المعز الجبلي او المعز البري ايبكس. شجرة الصمت اكيشا. نبات الخيزران بامبو. نبات القصب او الجريد ريدز. كل ده على فكرة النباتات دي خدناها السنة اللي فاتت. طيب الافعال حبيب قلبي, انكلود يشمل, انكلودد الماضي منها شملة, انكلودد. يرسم الحدود او يحد حاجة كده, border والماضي border. يقتل kill والماضي killed. يملك او لديه have والماضي had. يغادر او يترك leave والماضي left. يفقد او يخسر lose والماضي lost. expressions عندنا plenty of وفرة من او كثير من, look like يشبه, look like. About 90% of, يعني حوالي 90% من, about 90% of. مكان جيد لي, a good place for. مكان جيد لي, مثل such as. نوع من, type of. فهنا بيقول لي بص endangered, شفت والله قلت لك خلي بالك من endangered, هو الكلمة الوحيدة اللي جايبها في definition, endangered, مهدد بالانقراض, معرض للخطر, endangered. means يعني that there are not many of a plant or animal, يعني ما فيش كتير منه النبات والحيوان ده مش موجود منه كتير. okay, not many of a plant or animal left in the world. this is because, وده علشان their habitat, البيئة بتاعته اللي هو ال endangered ده has been lost, راحت. or because too many of them have been killed, او علشان كتير منه مات فبقى endangered, معرض للخطر. طيب هنا بيقول لك بص Egypt's marine ecosystem, نظام البيئي في مصر. فبيقول لي Egypt's coast, الساحل المصري او السواحل في مصر, includes, بتشمل ايه, the Mediterranean Sea, البحر المتوسط, and the Red Sea, والبحر الاحمر, هو ده البيئة الساحلية في مصر. in both of these seas, في كل بص يعني كل من هذين البحرين,
There are many different plants. في نباتات مختلفة and animals وحيوانات مختلفة. هنا وهنا نباتات مختلفة وحيوانات مختلفة. طيب بقول لك بقى يا حبيب قلبي. Some of them بعضهم like turtles زي السلاحف birds, طيور and mangrove trees وأشجار المانجروف. Are endangered يا خبر أبيض للأسف مهددة بالانقراض أشجار المانجروف والطيور والسلاحف endangered مهددة بالانقراض معرضة للخطر. There are more than 800 types of seaweed وفي أكتر من 800 نوع من العشب البحري. خلاص seaweed يا بابا عشب بحري. And more than 200 types of coral وأكتر من 200 نوع من الكورال من المرجان. شكرا يا مارين ايكو سيستم يا نظام بيئي بحري. تعالى للديزرت ايكو سيستم نظام البيئة الصحراوي. تمام ايجيبتس ديزرت ايكو سيستم نظام البيئي الصحراء في مصر بيقول لي about 90% of Egypt's land حوالي 90% من ارض مصر is desert صحراء is desert areas. It looks like شكلها كده nothing can live in these areas يعني شكلها كده مفيش حاجة ممكن تعيش هنا. لا but there are many different animals بس فيها بقى حيوانات كتير ومختلفة. In Egypt's deserts في صحاري مصر such as camels عندك الجمال gazelles الغزلان jackals ibex and foxes كل ده عايش هناك. There are also plants ده في كمان نباتات such as زي التمارسك والاكيشا. طيب تعالى لحاجة تالتة بقى Egypt's fresh water ecosystem نظام البيئي المياه العذبة في مصر يبقى على النيل على طول طالما مياه عذبة يلا بينا على النيل. The banks of the Nile ضفاف النيل أو the banks of the Nile River have many different species فيها فصائل مختلفة of animals من الحيوانات and plants والنباتات. هناك برضو بص like hippos أفراس النهر and bamboo نبات نبات الخيزران. There is lots of fresh water في مياه عذبة كتير not salt water مش مالحة like the seas البحر ها؟ لا في عذبة. Many water birds كثير من الطيور المائية live in the reeds بتعيش في نبات الجريد on the river bank اللي على ضفة النهر. It's a good place ده مكان جيد كي إذا قولي ده مكان كويس أو جيد فيا طلعت جيد أو كيس ده مكان كويس مكان جيد for them ليهم because there are plenty of fish to eat لأن في المزيد من السمك عشان يأكلوه فهم مبسوطين قوي هناك يعني تمام جدا الدنيا هنا جميلة قوي. فده كان حبايبي lessons 1 and 2 درسين الأول والتاني من unit 5 من الواحدة الخامسة. فيعني انت ما اعتقدش ان طبعا هيجي لك بقى lesson 3 الدرس الثالث من unit او اللي هو مليان ما شاء الله الجرامر والكلام ده والليسن فور الدرس الرابع برضو مليان. فهو احنا كده يعني احنا رجعنا على ليسنز 1 اند 2 الدرسين الاول والثاني من يونت 5 من الوحده الخامسه فهم درسين شيقين جدا. اتمنى انك تكون استفدت من الفيديو ده. زي ما قلت لك الكلام ده كله احنا هنشرحه بقى بطريقتنا على السبوره بالرسومات بالتوضيح بالتكرار الحاجات دي كلها ان شاء الله. انا بحبك جدا وفرحان جدا انك وصلت للنقطه دي في الفيديو. ثانك يو فور واتشينج شكرا حبيبي للمشاهده. هتوحشني كتير جدا بقى لغايه لما ننتقل ونلتقي عند السبوره ان شاء الله. وسلام يا بطل سلام جود باي.